صباح الخير لكم أكيد مشاهدينا. بدنا نرحب بالشاعر والأديب محمد جمال عمر اللي صار موجود معنا بالاستوديو. رح نحكي أكثر عن كتابة الشعر للأطفال، أكيد رح نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ محمد. مجلات كثيرة وكتب عديدة قام بتأليفها لأطفالنا. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح النور أستاذ هبة، أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. سعيد بوجودي معكم في هذا الصباح المشرق. وإحنا سعيدين جدا أكثر. واليوم لما بنشوف شعر وشعر موجه للأطفال فهو بحد ذاته رسالة عظيمة جدا. نعرف قد إيه أجيالنا مهم إنها تكون مثقفة وعارفة وعندها مخزون لغوي، وكنا نتحدث عن هذا الموضوع تحت الهواء. لجأت لي كتابة الشعر الخاص بالأطفال، شو السبب اللي حببك في كتابة شعر الأطفال تحديدا؟ نعم، يعني حقيقة هذا السؤال بيأخذني للبدايات. في البدايات أنا كنت أحب اللغة العربية وتحديدا القصائد اللي كانت في المناهج المدرسية. كنت أقرأ للشعراء الكبار مثل شوقي وحافظ إبراهيم وهؤلاء، وأحلم بيني وبين نفسي أنه هل يعقل بيوم من الأيام أنا أكون شاعر والطلاب يقرأوا قصائدي في المناهج؟ وأنا كنت عنيد كثير، فقلت هذا الحلم لازم أحققه، وصرت أقرأ كثيرا في كتب الشعر وتحديدا ديوان عنترة بن شداد في الغزليات وفي قصائد الشجاعة والفروسية يعني تحديدا. هو يعني صرت في كل فراغ أروح على المكتبة بس أقرأ في ديوان عنترة، وصرت أحفظ من القوافي والأبيات وتجرأت وكتبت محاولة قصيدة شعرية وعرضتها على مدرس اللغة العربية وقال كلمتين بالتحديد: أحسنت، استمر. وكان هو شديد جدا، فهذه الكلمتين من مدرس شديد كانت حافز لإلك، كانت حافز وأعطتني ثقة غير طبيعية. فأكملت في هذا المجال ميلي إلى شعر الأطفال دون شعر الكبار. أنا لم أكتب للكبار أبدا، كل ما كتبته كان موجه للأطفال. ميلي لمحبتي لفئة الأطفال ولشعوري بأنه هي رسالة يجب أن تؤدى، والشعر مؤثر وفاعل في تربية الطفل. طيب أستاذ محمد، أصعب الكتابة للأطفال خاصة الشعر؟ ما في شك أستاذ هبة، يعني الشاعر الذي يريد أن يكتب للكبار أمامه مهمة واحدة، أن يكون مبدعا، لكن شعر الأطفال أمامه مهمتين. المهمة الأولى أن يرتقي، وأقول وأؤكد يرتقي إلى مستوى الطفل ويفهم شخصيته وقاموسه اللغوي وصفاته النمائية وما إلى ذلك، وأن يكون إلى جانب ذلك مبدعا. لذلك الشعر، كتابة الشعر للأطفال ليست أمرا سهلا، بدك تشده يعني بنفس الوقت، وبدك إياه يثقف وأكثر على اللغة العربية، بما أنه أغلب أولادنا هلأ مدارس شوي التركيز على اللغة العربية أقل من قبل. نعم، حقيقة أنا أصف القصيدة الشعرية بأنها جرعة دواء. الآن الدواء إذا قدم للطفل مادة كيماوية معالجة بحتة دون نكهة الموز أو الفراولة أو كذا، الطفل رح يرفضها. لكن لما وضعوا مع هذه المادة الكيماوية نكهة محببة للطفل، أخذ هذا الدواء واستفاد منه. نفس الشيء القصيدة، أنا يعني أعطيه ألفاظ وأعطيه موسيقى مرحة، أعطيه صور جميلة، ومن خلال هذا أقدم مفردات جديدة تثري قاموس اللغوي، وأقدم قيم وقضايا تربوية أريد أن أبثها في نفس الطفل فيتقبل هذه القصيدة بكل سهولة. نعم، رائع. لكن واضح أنه لك بصمة في هذه القصائد، ولربما العاطفة يعني أخذتك لكتابة قصائد تعكس نشأتك العمانية نوعا ما. عندك إلى أطفال عمان الحبيب التي فيها ولدت ونشأت، واليوم أشعار في حب الأردن واللي موجود بين إيدينا واللي فعلا يعني أكثر من رائع للأطفال. نتحدث عن هذه النشأة العمانية، كيف انعكست وكيف عم تحاول يعني تعكسها لأطفال حتى يعرفوا فعليا عمان؟ وحتى في هذا الكتاب أشعار في حب الأردن توجهت
للكتابة عن مختلف المحافظات والأماكن في الأردن. نعم. حتى تلفريك عجلون موجود. حتى تلفريك عجلون يعني أنا أواكب التطور. أواكب سريع. لأنه هذا المشروع يعني أنا أبدأ من النهاية. يعني هذا المشروع يعني حاز إعجاب فئة كبيرة جدا من المجتمع وكان الإقبال عليه شديد. فأنا أحببت أن أواكب هذا المشروع السياحي المهم بهذه القصيدة. أعود إلى البداية. أنا ولدت ونشأت وتعلمت مراحلي الدراسية كلها في عمان. كنت أسكن في سفح مطل على سيل عمان حين كان سيلا نهرا صغيرا لم يكن مسقوفا بعد ولم يكن يأخذ اسم شارع قريش كما هو الآن. وكنت أنا أقطع هذا الشارع من ذهابا من بيتي إلى مطعم والدي رحمه الله، كان له مطعم كبير في شارع طلال، فكان يجب أن أمر من هذا المرور من سيل عمان آنذاك. كان يعطيني صور جميلة جدا، هنا سيدة تملأ جرة ماء، وهنا سيدة أخرى تغسل آنية، وهنا أطفال يلعبون في الماء، وهنا هذه صور كلها يعني حركت في انتمائي إلى عمان، تمسكي بعمان، بطبيعة عمان، بهذه المعالم الرائعة الجاذبة التي قد لا نراها في أماكن أخرى. نعم. وبقيت على هذا الحب وهذا القرب من عمان، وانتقل هذا إلى المحافظات الأردنية، فكتبت عدة قصائد عن المدن والمحافظات الأردنية. أغنية لوادي السير في الكتاب المؤخرا يعني. نعم. هذه رائعة، لفتتني جدا، وهناك صورة يعني جمالية بنشوفها للمكان. حابين نسمع منك يعني. تشوقت. نعم. صراحة ألقاء شعر هي معين الأحب إلى قلبك. الأحب هي هذه أغنية لوادي السير حقيقة من مجموعة قصائد كتبتها حول عرار شاعر الأردن، وهو قبل سنتين كان الشخصية الثقافية، كان تم اختياره الشخصية الثقافية من قبل اليونسكو، فكتبت مجموعة قصائد منها هذه القصيدة. وهذه الصورة هي قصر العبد في وادي السير، ربما معظم المشاهدين يعرفونه. أقول بهذه القصيدة: لوادي السير يبتسم النهار، فتصحو الشمس ينتشر الصغار، وترتسم الحياة على وجوه، وفي وادي الشتاء يشدو عرار بساتين الزراعة والثمار، وورشات المصانع والعمار، رجال في دروب الرزق تسعى، كرام والعطاء لهم شعار، معالم ضمها الوادي تزار، وقصر العبد يشهد والجدار، وفيه عرار يحلم بالوقوف على سيل تعانقه الجرار، لوادي السير حبي والفخار، مضافات مهيئة ودار، وأطياف من السكان عاشوا بوادي السير ما خذلوا وجاروا. الله، رائع، روعة روعة فعلا. حتى اختيار الكلمات، الكلمات جدا رائع، مهم لانه موجه للاطفال. نعم. هو كل مرحله من مراحل الطفوله لها قاموس لغوي خاص بها، لذلك انا يعني انتقي المفردات اولا التي يعني تحوز اعجاب الطفل، وثانيا تثري قاموس اللغوي. بالزبط. انا قد ابث في كل قصيده كلمه او كلمتين تحتاج استفسار وتوضيح للطفل حتى عشان ما يمل، حتى وحتى يضيف الى قاموسه اللغوي ايضا. طبعا. نعم. طيب استاذ محمد، انت مدير تحرير مجله وسام الصادره عن وزاره الثقافة. حدثنا عن اهميه هذه المجله في ثقافه وابداع الطفل. يعني حقيقه هذه المجله التي تصدر عن وزاره الثقافه وتوزع داخل الأردن في كل المحافظات من خلال مديريات الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، صدر منها حتى الآن 350 عدد، وهي مجلة شهرية، وقريبا سوف يكون هناك احتفالية كبيرة تليق
هذه المجلة ويكون فيها تكريم لرؤساء تحرير سابقين، ويكون فيها معرض لإعداد هذه المجلة، ويكون فيها مشاركات للكتاب الذين كتبوا من قبل وحاليا وللكتاب الراحلين. وفاء لهؤلاء ستكون هناك فقرات للتعريف بهم. المجلة يكتبها في الغالب كتاب أردنيون ويرسمها رسامون أردنيون، وكما قلت هي تصدر عن وزارة الثقافة بواقع شهري. نعم. ويعني أن تكون مجلة تصل إلى العدد 350 هذا إنجاز يسجل حقيقة لوزارة الثقافة، بالذات في الوقت الذي تتوقف فيه مجلات الأطفال عربيا ومحليا. كثير جدا من المجلات توقفت، وبعضها تحولت من أسبوعية إلى شهرية فعلاً. وهكذا فعلا. وهذا الشيء مهم جدا في ظل كل التكنولوجيا والتطور، أنه يكون في هناك ما زال سبب عم بيخلي الطفل لسه بده يقرأ. نعم. ونشوف قدي في مسابقات من وزارة الثقافة، قدي في تحفيز مع مكتبة عبد الحميد شومان، قدي عم بيكون في فعاليات. نعم. دائما لحث الأطفال على القراءة. اليوم أنا عم يعني من خلال هيك نظرتي للأشعار اللي موجودة عندي ولفتني شغلة مهمة، حبك لعرار، يعني نعم. أسرار عرار، من بعدها بنشوف عرار والغجري. نعم. وأيضا بنشوف كان عرار، وفي وادي السير ذكرت عرار. نعم. وفي أغلب من ديوان ذكرت عرار. نعم. حبك لعرار وسبب يعني كتابتك عنه. هي حقيقة تقريبا 7 قصائد في هذا الديوان تحديدا عن عرار، وموجهة للأطفال. يعني كتب شعراء آخرون للكبار عن عرار، لكن لم يكتب حسب معلوماتي شاعر للأطفال عن عرار. هذه الشخصية الأدبية المرموقة التي كان صيتها يعني يملأ الفضاء، وكانت له المواقف الوطنية والإنسانية. على سبيل المثال قصيدة عرار والغجري، يعني هو يدافع عن هذا الإنسان، هو فئة من فئات المجتمع، مكون من المكونات، ويأبى أن يقع على هذا الإنسان الظلم، فيدافع عنه بكل قوة، وهذا موجود في القصيدة. شخصية حقيقة، يعني شخصية تستفز الشاعر للكتابة عنها فعلا. والطفل لا يعرف كثيرا عن عرار، فأنا وجدتها فرصة لتعريفه. بصير نسمع منك إشي عن عرار؟ نعم. هي في أي صفحة قصيدة؟ في 9 عرار والغجري، وفي 6 كان عرار. طيب يا عزيزي نقرأ لك كان عرار ولا الغجري؟ أيها اللي أنت بتحبها. طيب يعني الأقرب لإلك. عرار والغجري يا سيدي، أقول فيها: غجري في الخيمة نادى، الظالم يا رب تمادى، هو جاري لكن يؤذيني ويهددني أن ينفيني، ارحل عنا هذا أفضل، تنجو بحياتك لو ترحل، خربوشك للحي أساء، عكرت علينا الأجواء، من قلب تكويه النار، قلت بصوتي أين عرار، أوليس محامي الفقراء، صوتي دوى في الأرجاء، جاري هددني بالموت، جاء عرار صرخت بنتي، قال عرار بصوت حازم، بالحق وبالنصرة قادم، اسمع يا هذا وتعقل، الغجري هنا لن يرحل، سيعيش كريما ومصانا، لن يحيا في البلد مهانا. رائع. نشكرك أستاذ محمد جمال، شكرا لتواجدك معنا، وشكرا على كل هذه الأشعار الجميلة صراحة. العفو. شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع، وشكرا للفريق الفني نورتنا صراحة. ختامها مسك كان معك أستاذ محمد. استمتعنا جدا. شكرا. يعطيك ألف عافية، ومزيد من التقدم والنجاح دائما. ألف شكر.